أولاً أن الحوار، كل الحوار يدور ما بين الأحزاب المعتمدة داخل الدستور. بعد مسيرة طويلة وغير اعتيادية قضاها في حكم البلاد قبل التنحي عن السلطة، فارق الرئيس الجزائري السابق بالأمس عبد العزيز بوتفليقة الحياة عن عمر يناهز 84 عاماً. وكان بوتفليقة يعيش منذ أكثر من سنتين في الظل في مقر إقامته المجهز طبياً في غرب الجزائر العاصمة، ولم يظهر إلى العلن ولم يعرف عنه شيء منذ ذلك الحين. ويعتبر بوتفليقة سابع رئيس للجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. وخلال مسيرته قاتل بوتفليقة من أجل تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، وقاد مصالحة وطنية كانت من أبرز محطات حياته. وبوتفليقة عرف بنشاطه عندما كان أصغر وزير خارجية في العالم بعمر لا يتجاوز 26 عاماً. عاش بوتفليقة لفترة من حياته في المنفى ما بين دبي وجنيف، حتى عاد إلى البلاد وتمكن من الفوز بالانتخابات الرئاسية بدعم من الجيش في عام 1999. وأعيد انتخاب بوتفليقة كل مرة من الدورة الأولى في عام 2004 وفي عام 2009، وذلك بعد تعديل الدستور الذي كان يحدد الولايات الرئاسية باثنتين. وفي عام 2011 وفي خضم أحداث الربيع العربي، اشترى بوتفليقة السلم الاجتماعي بالعائدات السخية للنفط الذي ارتفعت أسعاره إلى أعلى مستوى حينها عن طريق التقديمات الاجتماعية. وبدأت الشكوك في قدرة بوتفليقة على الحكم تظهر بعد تعرضه لجلطة دماغية، ما استدعى إدخاله لمدة قاربت 3 أشهر إلى مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس في عام 2013. ولكن وبعكس التوقعات ورغم اعتراضات علانية حتى داخل الجهاز الأمني، ترشح بوتفليقة ونجح في الفوز بولاية رابعة في عام 2014 حائزا على 81.5% من الأصوات وهو على كرسي متحرك. لكن ولايته الرابعة جرت وسط تراجع كبير لأسعار النفط، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الجزائري المرتهن لعائدات المحروقات. وفي 22 فبراير 2019 تصاعدت الاحتجاجات الرافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وطالب المحتجون برحيله، وهو ما حدث بعد أن تخلى عنه الجيش حيث قدم استقالته.